نقترب أكثر من هذه المباراة المرتقبة وسط أجواء جميلة جدا، والجماهير هنا حقيقة لا تبخل في صناعة هذا الحدث ومتشوقة بدرجة كبيرة جدا لبداية وانطلاقة هذه المباراة. من سيقدم نفسه بصورة أفضل؟ تابعوا تغذيتنا المميزة. أعزائي المشاهدين، تحية طيبة إنما كنتم، ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة وأجواء جميلة وطقس مثالي. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، وسعيد جدا بالتواجد معكم لمتابعة هذه المباراة. واليوم لدينا مباراة الإياب للنصف النهائي في هذه البطولة. كرة فيها خطورة، تصدي ممتاز من حارس المرمى، يدافع عن المرمى بكل قوة. الله على هذه الإمكانيات. ينطلق توني كروس في المساحة على الجناح، بيعدي فيها، بمر، بيعدي. منذ متى وقوة التسديد هي الحل في التعامل مع الانفرادات؟ كرة كادت أن تدخل المرمى لكنها مرت قريبة. غوريتسكا، هاري كين يخطف الأرض، بيعدي فيها، يتقدم فيها. المرمى لا يمكن أن يؤثر مثل هذه الكرات. الله على هذا الهدف. ينطلق بكل قوة في مناطق الخطورة. فينيسيوس وفيها خطورة، مستحيلة هذه الكرة. الله على فينيسيوس. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، تعامل رائع هنا مع هذا الموقف، هدوء، ثبات، تركيز. نعم الأفضلية موجودة مع الانفراد، لكن أيضا مهم جدا أن تكون المهارة حاضرة في الإنهاء. دي ليخت، كيميتش، ريال مدريد يستعيد الكرة. بينية ساحرة من جانب فينيسيوس، كرة في المرمى، هدف في منتهى الروعة. تشوف الهدف مرة أخرى، بينية خطيرة لعبت بشكل سليم، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. شوف قطع الكرة، أبعد الخطورة. كيميتش، تدخل نظيف، يفتك الكرة بدون أخطاء. فرصة أمام رودريجو، تصدي غير عادي، قفاز مجنون. الله على الكرة. قرار سليم من الحكم باستمرار الكرة مع بايرن ميونخ. كيميتش نجح في المرور والعبور هنا، يتدخل وتخرج الكرة إلى رمي التماس. هنا جمال موسيالا، هاري كين يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. تصدي في منتهى الروعة، تألق كبير من حارس المرمى، يحافظ على شباكه. الله على التصدي. في الوقت المناسب جاء لإبعاد الخطر. الساعة
الصافرة الآن تعلن انتهاء شوط اللقاء. ضربة بداية الشوط الثاني عند البايرن. وصلت لرودريجو. الآن فرصه حقيقية للتسجيل. الله على التصدي يا نوير. ثقة، ثبات، هدوء، تركيز غير عادي في موقف صعب في هذه اللحظات. فرصة للتسديد. يا رب، مستحيل التسديد. هذه الروعة على الطاير في الشباك. نشوف الهدف من جديد. كرة بدت من تمريرة عالية من فوق الدفاع التي كانت قريبة من المرمى ولا يمكن إهدارها. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. قوة بدنية تظهر في تأمين الكرة. كيميتش بيرسلها، واعتراض غير عادي للتسديدة. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. هاري كين ومحاولة الآن. يا رب، الكرة في المرمى. الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. نشوف الهدف مرة أخرى، وثم موقف واحد على واحد. تأتي التصويبة القوية في المرمى، لا يمكن التصدي لها. إمكانيات كبيرة، شوف المرور، الله على المهارة. فرصة للتسجيل والتسديدة، والكرة تصل إلى الحارس. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. بينية رائعة هنا. الله على التمرير، فعلها من جديد. سجل مرة أخرى. لا أحد يستطيع إيقافه هنا. 3 أهداف لكل فريق حتى الآن. نصف درجة من الأهداف في اللقاء. كومان، موسيالا، خطأ لصالح بايرن ميونخ. يتواجد ويعترض ويبعد العرضية. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. الكرة تصل لكارفاخال. فينيسيوس وفيها خطورة. كومان يمر فيها من الدفاع بشكل مثالي. الكرة متاحة للتسجيل. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. فينيسيوس جونيور، تدخل وإبعاد الكرة. دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضايع. صافرة نهاية المباراة تعلن تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية. في رأيي استحقوا التأهل قياسا بما قدموه في الذهاب والإياب. النتيجة كانت فارق بسيط جدا، لكن هذا هو المتوقع في البطولات الكبيرة في مثل هذه الأدوار. لا أحد ينتظر نتائج كبيرة، أغلب الأحيان تحسم المباريات بجزئيات بسيطة وتكون هي التي تصنع الفارق.